السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة مش هتحتاج اي حاجة من بره نهائي، كل حاجتنا هتبقى من قلب بيتنا باذن الله. بس الوصفة بتاعتنا ان شاء الله هتكون لها سحر رهيب في ازالة الشعر وتفتيح البشرة، وخلي بالكم كمان الشعر اللي هو بيبقى فوق الشفايف اللي احنا كلتنا بنستصعب ان هو يتشال مننا بسهولة، تمام؟ فان شاء الله يا جماعه انا جايبه لكم طريقه سهله جدا جدا، وباذن الله من النهارده مش هينبت شعر التاني تماما لو احنا استعملنا الوصفه ديت صح، وعرفنا الخطوات بتاعتها وعرفنا بتتعمل ازاي. هنستعملها وان شاء الله برضه هقول لكم تستعملوها ازاي علشان ما ينبتش ليك الشعر تماما في اي منطقه انت عايزاه، تمام كده؟ تعالوا بقى كده نخش الفيديو ونحط لايك للفيديو كده، عايزاكم تشجعونا بلايك، واللي لسه بيشوف قناتي يعمل اشتراك للقناه وفعلوا الجرس ان شاء الله علشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا عباره عن ايه. زي ما قلت لكم يا جماعه كده في بدايه الفيديو، الوصفه بتاعتنا مش يعني صعبه ولا حاجه، ولا احنا هنشتري حاجات كتير من عند العطار، ولا هنحط شيء صعب على كذا، ولا هنعمل كذا، لا. هو مكونين اتنين، والمكونين دولت في قلب بيتنا، يعني مش هنجيب حاجه من بره. مبدئيا كده معايا اول حاجه في الوصفه بتاعتي، انا معايا معلقه نشا اهيت او الكورن فلاور، تمام، او المويزين زي ما يعني، لان لها كام اسم كده، وطبعا في كل بلد بيبقى لها اسم من شكل عشان تبقوا انتوا عارفين معايا. ده معلقه بس واحده، ده لو انت عايز تشيلي مثلا الشعر اللي هو بيبقى فوق الشفايف او في الوجه، يعني انت ممكن تضاعف الكميه على حسب رغبتك انت، بس انا بعمل حاجه كده بسيطه قدامك، وانت لو انت حابه تضاعف الكميه على اساس ان انت تعمل كمية كبيرة ماشي. ده كده انا معايا معلقة نشا اهيت زي ما انتم شايفين. طيب هنشوف بقى المكون التاني. ده يا جماعة المكون التاني اللي هو ايه؟ بياض بيضة. مش هناخد بقى لا صفار ولا هناخد اي حاجة، هي بياض بيضة بس اللي احنا هنستعملها. ده يا جماعة البياض البيضة اللي هي نية زي ما انتم شايفين كده، نية هي، علشان كنت عملت قبل كده وكان في حد قال لي طيب ينفع نسلق البيضة وناخد البياض بتاعها؟ لا، شايفين؟ علشان كده انا صممت ان انا اوريه لكم. ده اللي يعني ايه، بتاخدي بقى بتسيب الصفار على جنب، احنا مش بنستعمله، وبناخد البياض بتاع البيض. هنبدا كده نحط البياض بتاع البيض على الوصفه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكره يا جماعه في بيض بيختلف عن بيض، يعني في الحجم، مش في البيض ذات نفسه، لا في الحجم. البيض اللي هو بتاع المحلات بيبقى كتير شويه، اللي البيض بتاعه بيبقى كتير شويه، فممكن بيجي الوصفه بتاعتك بتيجي مرقه شويه. وفي بياض اللي هو البلدي دوت بيبقى البيض بتاعه بيبقى قليل شويه، يعني على حسب. لو انت حسيت ان هو جه مرق معاك شويه زي ما انتم شايفين كده، بنزود ايه؟ شويه نشا. هقول لكم برده اهو، يعني مش ما تربطيش نفسك بمقدار معين، خليكي انت على حسب المكون او الوصفه بتاعتك. ده كده شويه كمان اهو، وبفضل اقلب لغايه ما القوام يبقى كويس كده معايا ويوصل للقوام اللي انا محتاجاه. هوريهولكم برده وهقول لكم انا محتاجاه شكله ايه. هو كده طبعا تقل شويه، يبقى انا كده هحط كمان شويه نشا. عشان كده بقول لكم ما ترتبطوش بمقدار معين، على حسب البياض عندك. افضل احط كده شويه بشويه صغيرين، هو بيتهيألي خلاص كده يعني ايه، خلاص كده هو وصل للقوام اللي انا عايزاه. ده بقى يا جماعه القوام اللي انا محتاجاه، شايفين ان هو بدا خلاص، ان هو بدا يلبس معايا، شايفين اهو، هو دوت اللي انا عايزاه. كل ما بتقلبي بتلاقي من تحت جامد شويه كده اهو. ده بقى يعني له سحر في ازاله الشعر لوحده، من غير بقى ما نعذب نفسنا ونقول لا ده هنجيب حلاوه، ولا هنجيب مش عارف ايه او حاجات تانية تبوظ بشرتنا، لا. دي حاجة طبيعية جدا وامنة على البشرة، وبتخلي بشرتك في نفس الوقت كويسة جدا وبتخليها ناعمة. دلوقتي كده خلص معايا، تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ازاي او هندهن ازاي. اول حاجة يا جماعة بنكون غسلين البشرة بتاعتنا كويس جدا. هعمل لكم يعني كام مثال كده اهو. شايفين؟
شايفين بقى انا هعمل ازاي اهو. احط على البشره كده اهو، مش عارف اعمل بالمعلقه. بالراحه معاه كده اهوت لغايه ما افردها على البشره بتاعتي كلها. بالشكل ده كده تمام كده خلاص انا فردتها على البشره بالشكل ده كده. انا بقى بقسمها لغايه ما تنشف معايا خالص، بياض البيض مع النشا، بسيبها لغايه ما تنشف معايا خالص واحس فعلا ان هي نشفت. طيب بعد كده يا بنات، عشان طبعا ما نطولش عليكم الفيديو عشان اقصر بسرعه، بعد ما احس ان هو نشف معايا خالص، يعني انا استنى لغايه طبعا هو لسه طري، بعد ما ينشف خالص معايا بنيجي كده بحركه دائريه زي ما انتم شايفين. طبعا هي لسه طريه مش هتنفع ان انا اعملها معاكم، بحركه دائريه كده هو عكس اتجاه الشعر، يعني علشان احس ان الشعر بيطلع معايا. يعني طبعا هو بعد ما ينشف، لان هو ده كده لسه طري، انا بستنى لغايه ما الماسك ينشف معايا خالص او الوصفه بتاعتي تنشف معايا خالص، وبعد كده بفرك البشرة بتاعتي على اساس طول ما اني بفرك كده احس ان في شعر بيطلع معايا واني بفرك البشرة بتاعتي. تمام، هنكرر الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة في الاسبوع لغاية ما احس ان فعلا الشعر بدأ ان هو ما ينبتش معايا تاني خالص، وباذن الله هتجيب معاك نتيجة كويسة جدا. ودي كانت اسرع واسهل وصفة احنا ممكن نعملها لازالة الشعر. تمام، اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تشجعوني بلايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.